خلاص يبقى دي ايه اكتوبيك ثيرويد. ممكن تيجي فوق طبعا في الفورامين سيكم في البيز اوف ذا تانج زي الحاله دي، ممكن تبقى قدام الهايويد، ممكن تبقى قدام اللانس، ممكن تبقى قدام التراكيه، ممكن تبقى في الثلاثه. دي حاجه رير بقى موجوده في الثلاث اماكن اكتوبيك ثيرويد. ماشي، انا جايبها بس عشان تعرف الاماكن، لكن غالبا انت بتلاقي واحده بس في البيز اوف ذا تانج، بري هايويد، انفر هايويد مثلا، بري لارينجل او بري تراكيه. دي اوف ميد لاين تبقى ايه؟ رانيولا؟ لا دي سير جلوسال سيست برضه بالظبط كده، اوف ميد لاين، لان احنا بعاد هنا على السبمندبولار انت سبيس تحت. تحت خالص. ده هنا الهيوت بون، ده مش الماندبول دي على فكره، ده الهيوت بون. خلاص، فانت تحت الهيوت بون بعيد عن الماندبول قدام الثيرويد كارتليج. صحيح اوف ميد لاين، ودي حاجه رير يعني، بس وارده مع لان حالات الثيرويد جلوسال سيست كتيره، فكل ما كانت الحاجه كومن ممكن تلاقي الاتيبيكال فايندز يعني الاتيبيكال ليجنز فيها كتير. فممكن تلاقي الثايروجلوسال سيست ان هي ايه اوف ميد لاين، وخصوصا وممكن تبقى مالتي لوكلر، ممكن تبقى انفكتد على فكره. هي بتيجي فتلاقي اكزيال بس يا دكتور هيثم، ولا لازم يجيب معاها سجتال؟ لازم يكون معاها سيرشفت دي عشان اشخصها. تبقى اسهل يعني، تبقى تشوف الليفل بتاعها. لا انت عارف الهايوت بون فين، هتبقى برضه انتيميت ريليتد للهايوت بون. ثواني كده، ده الهايوت بون ماشي، هي بتبقى انتيميت ريليتد ليه سواء سوبيرور او انتيرور او انفيرور. ماشي، ان هو الثاير بلوستال كانال بتبقى ماشيه ما بين يعني ما بين التو هايوت في المكان ده بالظبط، في الميد لاين هنا بالظبط. اوكي، فدي ايه ثاير بلوستال سيستم. انا برجع كده، دي الاماكن بتاعت الثاير جلوسال سيست، نفس الكلام في البيز اوف ذا تانج او بري هايويد او انفر هايويد. اولا السبيس ده فين؟ الليجن السيست دي فين؟ بوستيرور سيرفايكال. روتيتد بروتيت. لا، في البوستيرو سيرفايكال سبيس ورا الاسترنو ماستويد. ورا الاسترنو ماستويد ماشي، مش قدامها عشان بس يبقى الكلام واضح. فدي ايه؟ يبقى دي سيرد برينكيال كريفت سيست بالظبط. سيرد مش سكند، السكند طبعا انا عارف انها اكتر بكتير، بس السكند برينكيال كريفت سيست بتبقى قدام الاسترنو ماستويد ورا السب مانديولار سيرفر جلاند ولاترال. لكن لو هي بوستيرو الاسترنو ماستويد انت بتتكلم في ثيرد برانكيال كليفت سيست، احيانا بقى فيها فلويد ليفت نتيجه للهيموريج او الانفكشن، ما فيهاش مشكله يعني، بس المهم انها تبقى يوني لوكيلر بالمنظر ده. دي امثله لكل الايه البرانكيال كليفت سيست. الفيرست بيبقى ايه حوالين الباروتيد جلاند ماشي، كان حوالين الكاروتيد شيز بس قدام الاسترنو ماستويد، ممكن تبقى في السكند، ممكن يجي في البارافارينجيال سبيس مفيش مشكله، او لاترال للكاروتيد شيث، بس اللي ورا الاسترنو ماستويد يبقى هو الثيرد برانكيال كليفت سيست. اللي في الفيسرال سبيس وخصوصا على الليفت سايد ده الايه الفورث برانكيال كليفت سيست. انا لو شفت سيست قدام الثيرويد جلاند هقول على دي ايه برضه ثيروجلوسال سيست يعني، بس يعني فيري رير جدا انها تبقى برانكيال كليفت سيست، وخصوصا انها بتبقى انفيرو شويه، لكن الثيروجلوسال سيست هتبقى سوبيرو. دي سهلة المفروض بقى. دي هنا واضحة أوي بقى، مش واضحة؟ باروتد. أيوة باروتد إيه يعني؟ مالتي لوكال ليمفانجيوما. عرفت منين إنها ليمفانجيوما؟ فلويد ليفل بالظبط كده، مالتي لوكال سيستيك ليجن انهانسينج ماشي، وفيها فلويد ليفل، فده الليمفانجيوما على طول. برافو عليك يا دكتور، خلاص هنا الفلويد ليفل واضح في الصوره دي، واضح هنا في الحته دي شايفينه. اصلا مش ما تتوقعش ان هي يعني تبقى مش زي الانيوريزما البونسيستي يعني، بس هتلاقي اللي فيها حاله انهانسنج، مش المفروض انها تاخد يا دوب السبت الانهانسمنت بس؟ ما هو الانهانسنج ده مش سبت، انها مليانه سبتيشن.
انا اقصد الحته اللي على الصوره اللي على الرايت سايد فيها ولا ده ايه ده؟ معلش انا مش فاهم ده ايه، انا ده مش مش فاهم دي ايه. انهانسمنت، ده اللي ده التي 1 ويز كونتراست، دي كلها سيبتيشنز واخده انهانس، في حاجات هيمورج عشان كده يمكن باينه برايت شويه في التي 1. ما طيب ماشي ده تي 1 اللي ماشي ده تي 1 فات سبريشن وده ويز كونتراست. ماشي ده تي 2 مالتي لوكلر سيستيك ليجن في طفل صغير في فلويد ليفل، ده غالبا ايه الفنجيوم. في ساين ثانيه لل يعني ده برضه مالتي لوكلر سيستيك ليجن في الماستيكيتور سبيس في طفل صغير، عملنا له دوبلكس لان في بلاد فيسلز معديه جواه خلاص، دي برضه من ضمن الساينز اوف ايه الليمفانجيوم خلاص، اسمها كروسنج فيسل ساين لان الليمفانجيوم ايه بقول يعني بتبقى واخده مالتي كومبارتمنت ترانسسبيشن يعني كده. لا بس دي حاجه تانية اسمها كروسنج فيسل ساين، ما برضه في حاجات مش بس الليمفانجيوم المالتي سبيشن، الهيمانجيوما كمان مالتي سبيشن خلاص، والنيجيريك تيومر ممكن تبقى مالتي سبيشن. لكن يعني ايه مالتي سبيشن يا دكتور هز؟ يعني بتعدي من سبيس لسبيس، هي بص النيك سبيسز دي في بينهم اناتوميكال باوندريز مش زي المدياستاينال سبيسز، يعني المدياستاينال كومبارتمنتس ما فيش بينهم اناتوميكال باوندريز، دي راديولوجي وخصوصا التقسيمه اللي احنا عاملينها في راديولوجي، لكن نيك سبيسز لا في بينهم متقسمه فاشيال كومبارتمنتس، فكل ليجن واخد سبيس بتاعته، لكن لما تلاقي ليجن معدي من سبيس لسبيس لازم يكون معدي من الفاشيه. طب ايه الحاجات اللي بتخرم من الفاشيه وتعدي؟ الفيسلز والليمفاتكس والنيرفز، فالهيماتجيوما تعدي، الليمفاتجيوما تعدي، النيروجينيك تيومرز ممكن تعدي، فهمنا الفكره؟ وخصوصا لو بلكسي فورم مثلا نيورو فايبروم هتلاقيها معديه برضه، فهمت الفكره؟ لكن الانفكشن ما يعديش، معظم النيوبلازمز ما تعديش. طب هي تعتبر بين الرومفاتك، بين الرومفاتك مارفورميشن عشان كده هي تعتبر بين الرومفاتك، بين الرومفاتك مارفورميشن. ماشي هو ده الاسم الجديد بتاع الليمفاجيوما اللي بيبقى فيها جزء فاسكولار اسمه، بيقولوا عليها فينو ليمفاتيك مالفورميشن وخصوصا في الاوربت يعني، بس خلينا في الليمفاجيوما ده طفل صغير برضه في ماس فين؟ في الباروت الجلاند. منجيوما واخد ماركت، واخد خدت بالك بقى من ماركت انهانسمنت؟ انهي نوع بقى من الهيمنجيوما دي؟ كابيلاري كافيرنس كافيرنس كابيلاري اللي كافيرنس كابيلاري لا كابيلاري كافيرنس هيمنجيوما ما بتاخدش ماركت انهانسمنت بالمنظر ده. كابيلاري كابيلاري ماشي. تاني حاجه الكابيلاري هيمنجيوما ما بيبقاش فيها فليك بوليسس مش زي الكافيرنس، يبقى الفرق بين الكابيلاري هيمنجيوما والكافيرنس هيمنجيوما. الكابيلاري هيمنجيوما بتيجي في الاطفال في الفيرست ديكيد ماشي لانها كونجنتال ليجن، وبعد شويه كل شويه بيحصل لها ريجريشن. انا كان عندي واحده بنت خالتي عندها هيمنجيوما في النك، كل ما بتكبر الهيمنجيوما بتصغر لان البادي بيكبر والهيمنجيوما بتفضل زي ما هي، كل شويه عماله تصغر تصغر تصغر. ده رقم واحد سيلف ليميتد يعني، ده الكابيلاري هيمنجيوما. اوكي يبقى بتيجي في الفيرست ديكيد. تاني حاجه بتاخد ماركت انهانسمنت، الكافيرنس هيمنجيوما ما بتاخدش ماركت انهانسمنت. تالت حاجه ما بقاش فيها فليب بوليس، الكابيلاري هيمنجيوما ما بقاش فيها فليب بوليس ماشي. حالة بقى لونج كيس شوية مش هفهم معايا ما يقول اقف هنا شوية يمكن تاخد بالك. فوكال كورد باراليسيس بالظبط انهي واحد؟ الرايت ولا الليفت؟ الليفت. ليه؟ عشان البايريفورم وراه دايليت و ويتين وهو اللي رايح ناحية الميد لاين. مش الفوك بصي الفوكال كورد باراليسيس ممكن يبقى ناحيه راح ناحيه الميد لاين، ممكن يحصل له لاترال ديفيشن والاريتينويد ناحيه الميديا. ايوه بالظبط كده، الاريتينويد هي اللي بيحصل لها ميديا ديفيشن، هو ده اللي يقول. لحظه بقى انا هكمل خلاص. دي الاريتينويد كارتريج فوق الكريكويد، ده الكريكويد كارتريج، كلمه كريكويد يعني زي الخاتم لان عامل زي الخاتم خلاص. دي الاريتينويد كارتريج،
الارتينويد عامل زي الابري لو شفت منظرها يعني في السي دي، فده الارتينويد كارتليج فول كريكويد. لما يحصل لها ميديال ديفيشن يبقى ده الفوكال كورد باراليتيك، سواء الفوكال كورد رايح بره رايح جوه ماليش دعوه، انا بص على الارتينويد ماشي، وبرضه ابص زي ما انت قلتي على البايريفورم فوسا والاريا بلوتيك فولد والبارافارينجال سبيس، مش البارافارينجال اسمه ايه، الباراجلوتيك سبيس بالظبط، بيبقى اوسع الناحيه اللي فيها الفوكال كورد براس. اوكي يبقى ده ليفت فوكال كورد براس بس كده، لا لسه شويه يعني في حاجات ثانيه. لحظه حد شايف حاجه في المقطع ده؟ في لينفلود مالجننت يا باشا، في لينفلود مالجننت بالظبط كده، في ايه بقى دي ميدل بقى. دي ثواني ميدل ما بين الميدل واللور بينك، يعني هي جايه بالظبط عند الكريكويد كارت. عند الكريكويد كارتج فخلاص يعني اي حاجه ليفل 4 مثلا او 3 4 كده ماشي بالظبط 4 او 3 ماشي اوكي. فدي ايه انترنال رجل الفنود. نكمل بقى لتحت، حد شايف حاجه هنا؟ ما صورة التراكية؟ بارا ثايرويد جلاند ماس يا جماعة، مش ورا التراكية، اللي ورا التراكية ده الاسوفجس حضرتك ماشي. هي في ماس في الثايرويد جلاند وعاملة انفلتريشن للايه؟ للليفت تراكيو ايه؟ تراكيو ايه؟ جيل جروف. الله ينور عليك، ده الرايس تراكيو عشان كده واخدة ريكارنت بالظبط كده وعامله الباراليسز بالظبط كده ماشي. ده الرايت تراكيوسوفجيال جروف مليان فات وفي اتنين نيرف، وفي قصدي الريكارنت لارينجال نيرف مش اتنين، هو الريكارنت بس، وفي الفرينك برضه، ففي اتنين نيرف الريكارنت فرينجال نيرف والفرينك نيرف بيمشوا في الايه في التراكيوسوفجيال جروف. اوكي فانت لو في ماس هنا هنا في ماس في الثايرويد جلاند عملت انفلتريشن للليفت تركيو السوفجيال جروس، فالعيان جاله ايه؟ ريكارنت للرينجال نيرف بولس، عمل له فوكال كورد باراليس. ده بقى بيحبوه قوي الحاجات دي، يجيب لك ماس في الميدياستايد ومعاها فوكال كورد باراليس، يجيب لك اورتيك انيوريزم ومعاها فوكال كورد باراليس، يجيب لك ماركت دايركتيشن للليفت اتريوم ومعاها فوكال كورد، طبعا كله على الليفت سايد. ماشي؟ خلاص؟ فدي ايه؟ طب ازاي تفرق الثايرويد نيديول البناين من المالجننت في السي تي؟ انا مش دعوه بالسونار، السونار انتوا بتتكلموا على الهايبر اوكوجنستي ومش عارف والتيرات والكلام ده، انا بتكلم في السي تي. ايه الساين اللي تقول لك ان دي مالجننت؟ الال ديفينيشن بتاع البوردرز وانها تعمل اكسترا ثايرويد اكستنشن بالظبط، اكستنشن بياند الفاشيا، الثايرويد فاشيا، لو طلعت بره الفاشيا يبقى مالجن على طول يعني. السي تي انا ماليش دعوه بالسونار اوكي، فاي ماس تطلع بره الثايرويد فاشيه فدي مالجننت على طول، ده رقم واحد. رقم اثنين زي ما قلنا هنا عامله انفلتريشن للليفت تراكيوسوفجيال جروف ومعاه ايه؟ لور انترنال جاجولار ليمف نود ماشي، ومعاها ليفت فوكال كورد باراليس. نيجي بقى لحته الريكارنت لارينجيال نيرف اوكي، ده الايه؟ الفيجاس نيرف جاي من البرين ستيم وماشي في الجاجولار فورامين خلاص، وبعد كده مشي في الكاروتيد شيز، ده الكاروتيد شيز ما بين الكاروتيد ارتري انترنال كاروتيد اهو واللي ايه والانترنال جاجولار فين، مشي في الكاروتيد شيز بعد كده ايه على الناحيه الليفت طبعا لف من تحت الاورطه وطالع باللين في التراكيوسوفجيال جروف، لكن الرايت بيلف من حوالين الرايت سبكليفيان وبرضه بيطلع فين في التراكيوسوفجيال جروف. فيجيب لك زي ما قلت لك، يجيب لك مثلا انيوريزم اورتيك انيوريزم، يجيب لك ليفت اتريال يعني لما العيان عندهم ميترال ستينوزس نتيجه للماركت ليفت اتريال دايليتيشن ممكن يضغط على الريكارنت لارينجال نيرف وهو طالع من الفيجاس يعني، فيعمل عيان ليفت ريكارنت لارينجال نيرف بولس، حتى اسمها سندروم دي اي حد عارف؟ اورتنر سندروم. برافو عليك ماشي. يجيب لك ميدياستاينال لينفوما بتاع اي اي ماس في الميدياستاينال وعامله ايه انفلتريشن ليفت ريكارنت لارينجال نيرف ومعاه ليفت فوكال كورد بالاس، معاهم حالات كتير بالمنظر ده يعني. دي الساينز بقى في فوكال كورد باراليس، حد يعرف يقولها؟ انا قايل لك العنوان فوق وانت تقول لي دايلاتيشن لايه مثلا؟ معلش هو الرايت هيطلع برضه في التراكيوسوفجيال جروب بس هيلف حوالين الرايت سب كليفيان ارت، مش هينزل في الميدياستاينا بتاعه. ما هو مكمل تحت، هو تحت ده ايه مكمل بقيته تحت كده؟ نعم؟
هو تحت ايه؟ تحت السب ليبيان، هو مكمل تحت السب ليبيان. انا مش سامعك كويس يا دكتوره. بقول لحضرتك تحت السب ليبيان، مكمل تحت السب ليبيان كده. اه اهو ده الرايت، لكن الليفت بتاع بيكمل من تحت الاورتيك ارش. ولو حصل برضو حاجه في السب ليبيان مثلا سي او كده برضو. اه طبعا بالظبط، اه نفس الكلام، ويبقى نفس الاسم اللي هو السندروم اسمه لا الاورتنر ده، لا الاورتنر ده ليفت اتريم بس لا يعني غالبا بتيجي في الحاجات بتاعت الميدياستاينم يعني، او مش هتفرق معايا الصراحه ان كان هيبقى اسمها اورتنر ولا لا. الاثنين نشوف السبيس اسمه ايه معلش؟ نعم السبيس اللي بيمشي فيه الكرنت لانجل نيت تراكيه واسوفجيال جروف، ما بين التراكيه قدام والاسوفجاس ورا. تعالوا اوريهولكم اهو على الناحيه النورمال، هو ده تراكيه واسوفجيال جروف، ادي الاسوفجاس. معلش هو انفلتريتد بالماس ومزقوق ماشي، فده الاسوفجاس ودي التراكيه ودي الثايرويد ودي الثايرويد ازموس ودي الاستراب ماسلز، ودولت ايه دول بالمناسبه internal memory يا دكتور سؤال تاني. ايه الفيسلز اللي هنا اللي قدام الاستراب ماسلز دول؟ anterior fissure vein، anterior jugular vein. anterior jugular vein ماشي، ودولت الاستراب ماسل ودي الثايرويد جلاند ازمس واللوبس، وادي التراكيه وده الاسوفجاس وده التراكيه والاسوفجيال جروف، وادي الكاروتيد شيز. هنا هتلاقي في الفيجاس ماشي، بعد كده هيلف ويرجع على الناحيه تحت الساب كليفن ويرجع هنا ويطلع فوق في التراكيه والاسوفجيال جروف. الناحيه الثانيه نفس الكلام، بس هيلف حول الاورتيك ارش ويطلع في التراكيه والاسوفجيال جروف عشان يسبلاي اللارينكس والفارينج. وضحت؟ عشان كده اسمه ريكارنت لارينج. نرجع يا جماعه للساينز اوف فوكال كورد بارالسيس. حصل دايلاتيشن هنا لايه؟ انا هشاور لكم انت تقول ليفت باي ريفورم ساينس. الليفت باي ريفورم ساينس الفص بالظبط. امال التخينه دي اسمها ايه؟ اري ابلوجلوتيك فولد بالظبط كده. حصل دايلاتيشن في الليفت باي ريفورم ساينس، وحصل هنا دايلاتيشن لايه؟ لارينجيال فنتركل بالظبط، برافو عليك، اللي هو فوقيه الفولس فوكال كورد وتحتيه الترو فوكال كورد. فلما بيحصل فوكال كورد بارالسيس لارينجيال فنتركل او لا يوسع قبل البايريفورم ساينس يعني. طيب خلاص ماشي، يبقى في دايلاتيشن في اللارينجيال فنتركل والبايريفورم ساينس حلو. طيب وفي ميديال ديفيشن لايه؟ في حاجتين حصل لهم ميديال ديفيشن، ايه؟ قلنا الاري بوبلوتيك فولد، وايه تاني؟ والارتينويد كالتر. طيب وفي حاجتين هيحصل فيهم اطروفي اكيد ماسلز يعني، ايه هما؟ انا عايز اطلع الصوره فوق شويه عشان انا مش شايف في ال... سيبكم السهل دي مكتوبة، ده أنا جبت الحاجات مكتوبة. مكتوبة أيوة مكتوبة. ماشي. كريكو أرتينويد وكريكو ثايرويد. وكريكو ثايرويد. إيه الكريكو أرتينويد والكريكو ثايرويد؟ أو الثايرو أرتينويد مثل كريكو ثايرو أرتينويد ماسل. دي الثايرو أرتينويد ماسل اللي ماشية جوه الفوكال كورد. ده الفوكال كورد ده الماسل اللي ماشية جواه اسمها ثايرو أرتينويد ماسل. لأنها ما بين الثايرويد كارتلج قدام والأرتينويد كارتلج ورا. فهي الماسل اللي ماشية جوه الفوكال كورد. فهنا حصل لها قطر وفات ريبليسمنت بالمقارنة. هنا بقى في حصل اطروفي المصل اسمها ايه؟ كريكو ثايرويد. ايه كريكو ثايرويد؟ هي دي، ده النورمال الناحيه الثانيه اطروفي. الاطروفي هنا على الرايت سايد، هنا كريكو ارتينويد مصل ايه؟ حصل لها اطروفي. طب وليه حصل لها اطروفي؟ لانها برضه بسبلايد بنفس النيرف ريكارنت لارنجيال نيرف. فتلاقي المصل دي اطروفي. يبقى دي ساينز اوف فوكال كورد بارالس، دايلاتيشن للبايرفورم ساينس واللارنجيال فنتر. عشان لو اتسالت فيها وميديال ديفيشن للاري بيكلوتيك فول والارتينويد كارتج. واطروفي للكريكو ارتينويد والثايرو ارتينويد ماسل. واضحين؟ ماشي. ايه يا باشا اطروفي لايه؟ للكريكو ثايرويد ماسل اللي هي للاسف الحته اللي تحت دي الليفت كريكو ثايرويد ماسل، كريكو ارتينويد ماسل قصدي معلش انا اسف. ودي الرايت كريكو ارتينويد ماسل، هنا حصل لها اطروفي. وهنا الثايرو ارتينويد اللي هي جوه الفوكال كورد نفسه مع الثايرو ارتينويد ماسل، حصل لها اطروفي. فات ريبليس. ماشي، ده باختصار الساينس اوف فوكال كورد.
طيب حالة جديدة يا شباب. يوم نيزو فرينجر انجي فايبروما. برافو عليك عرفت من يا دكتور العزيز. دينس انهانسمنت وسنترد اون تري اوبراتين فوسا. المهم ما تكونش شفتها معايا قبل كده. لا انا ما شفتهاش حضرتك قبل كده. طيب هي فعلا ماركتلي انهانسنج ماس سنترد في التيرجو ايه بلاتاين فوسا ماشي وعامله اكستنشن طبعا ميديال ولاترال وبوستيرو وانتيرو. خلاص انا هشرح لكم الحته دي دلوقتي حالا. لما يكون طبعا بتيجي طبعا فين في الشباب اللي عشان كده اسمها جوفينايل انجيوفايبروما انها بتيجي في اليانج ايه ده رقم واحد. رقم اتنين بتيجي المانيفستيشن بتاعتها بالايه بيستاكسس ماشي لانها هايلي فاسكولار عشان كده ماركتلي انهانس. تعالوا نشوف الترجو بلاتين فوسا يا جماعه اللي انا وجع دماغكم بيه عايز اجيبها لكم من فوق لحد تحت. هنمشي من فوق من فوق لحد تحت وبعد كده ايه ربنا يسترها علينا. ده ايه ده سوبر اوربيتال فيشر تقريبا انتيرو كولينويد بروسس. برافو عليك ده الانتيرو كولينويد بروسس جنبها الاوبتيك فورامين. هننزل تحت شويه هيبان السوبر اوربيتال فيشر خلاص لسه ما ظهرش حاجه ماشي. هنا بقى هيبدا يظهر ايه الترجو بلاتين فوس قبل الانفير اوربيتال فيشر يعني ده الانفير اوربيتال فيشر هنا خلاص. فالحته من الحته اعلى حته دي هي الايه الترجو بلاتين فوس. الترجو بلاتين فوس دي بتبقى عامله زي انفيرتد تير دروب. يعني ايه انفيرتد تير دروب؟ يعني واسعه فوق وبتنزل على ضيق تحت خلاص. لازم تبقى حافظ بقى الفورامينا بتاعت الترجو بلاتين فوس. تعال اقولها لك بقى. اول حاجه بتبقى فاتحه الانفرا تمبرال فوسه بحته اسمها ايه ترجو ماكسيلاري. ترجو ماكسيلاري فيشر يبقى فتحتها على الانفرا تمبرال فوسه. ايه الانفرا تمبرال فوسه دي عشان بس تبقى عارف؟ الانفرا تمبرال فوسه عباره عن الفات اللي ورا الماكسيلاري ساينس. بعد اذنكم يا جماعه معلش هاخد بريك بس وارد على المكالمه دي عشان عمال يرن لي واجيب لكم حالا دقيقه. ماشي خليك معايا. ماشي معايا؟ طيب معاكي. انا اسف يعني. فالمهم ايه ده الترجو بلاتين فوس ماشي. احنا قلنا لاترال ليها بيبقى ايه الانفرا تمبرال سبيس والفتحه اللي بينها الترجو ماكسيلاري فاشر. انتيرو ليها الفورامين ايه الانفرا اوربيتال فيشر اللي بيفتحها على الاوربت ماشي. الميديا ليها بقى ايه سفينو بلاتين فورامين. سفينو بلاتين فورامين اللي بيفتحها على الايه على البوستير نيزل كافي خلاص. طب انفيرور بقى معلش حته معلش هي حته صغيره قوي ماشي. الفورامينا اللي بتفتحها على الاورال كافيتي كان اسمها ايه صحيح؟ فيديان. لا 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 فورامينا سباينوزم. لا يا دكتور الجريتر والليسر اي كلام. الجريتر والليسر بلاتين فورامينا. الفورامينا سباينوزم ده موجود في الفلور اوف ذا ميدل كرينيال فوس ملوش دعوه خالص بالكرينيال خلاص. هو الروتاندم فوقيها. الروتاندم هو اللي بيفتحها على فوق. الفورامينا الروتاندم هو اللي فاتحها لورا على الـ على الـ على الميدل كرينيال فوس. الميدل كرينيال فوس ماشي. ما انا لسه ما كنتش جاي لورا يعني خلاص. فالانتيرور ليها انفير اوربيتال فيش على الاوربت. لاترال الترجو ماكسيلاري فيش على الانفرا تمبرال فوس. ميديال السفينو بارتاين فورامين ناحيه الايه النيزل كافت. انفيرور الجريتر والليسر بلاتين فورامنا بيفتحها على الاورال كافت. عشان كده ايه تعالوا بقى نشوف الاكستنشن بتاعت الماس. هي نفس الفورامين بالظبط خلاص. يعني ماس سنتر ده على الترجو بلاتين فوس. طبعا المنظر انت اول ما تشوفها في التقرير تتخض تبقى يقول له يا رب هكتبها ازاي دي. زي ما قلت لك كده هتقول الماس سنتر ده فين وانتيرور وبوستيرور وميديال ولاترال وماشي كده. فدي ماس سنتر ده في الرايت ترجو بلاتين فوس. اللاترال اكستنشن انتو ذا رايت تمبرال فوس ثرو ذا وايدن ترجو ماكسيلاري فيشر. ميديال اكستنشن into the nasal cavity through the widened sphenobalatine forum ماشي. anterior extension في الاوربت نتي through the widened ايه انفرا ايه inferior خلاص. ممكن تكسر البون وتدخل جوه المجزره ساينس ما عنديش مشكله يعني. posterior وصلت على النيزوفان. posterior lateral واصله على البارافرنجال سبيس
inferior دخلت لحد الاورال كافيتي من خلال ايه الوايدن جريتر وليسر بلاتين فلام. ماشي فهمنا الفكره؟ بس معلش انا بوصف في تقرير أيوة. لازم اقول سلوزا وايدن كذا فيشر سلوزا وايدن كذا ولا ممكن يعني اقول والله كل ما بصي اصل هنا النيك سيرجنز دول عايز افهمك فاهمين اناتوم احسن مني ومنك ماشي فلما ما تفتكرش ان انت لما تقول حاجه مش هيفهمها لو جراح يعني خصوصا جراح اورام خصوصا جراح هاند نيك مليكس دول بقى حافظين الكلام ده يعني مش عايز اقول لك ازاي يعني فانت كل ما تكتب يعني الاناتومي بيهم الجراحين بالدرجه الاولى ماشي فكل ما تكتب اناتومي صح كل ما انت يكون يعني وصفك مظبوط وهتفرق معاه مع الجراح ده طبعا مع الهاند نيك سيرجن مش مع الانكولوجيست الانكولوجيست ما بتفرقش معاه خالص يعني الاناتومي ده مش قصته لكن لو سيرجن هيفرق معاك ماشي فزي ما قلت لك اي ماس في هيلاند نيك مش عارف توصفها تقول سنتر فين والاكستنشنز بتاعها انتيرو بوستيرو ميديال ولاترو سوبيرو وانفير ده الاناتومي احنا بنقيس في الامتحان يا دكتور هيثم نعم بنقيس في الامتحان ولا بنكتب كذا 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 لا طبعا هتقيس ازاي طبعا في الامتحان ما بتقيس تمام المشكلة في الفورمن تقريباً يعني الفورمن دي برضو صعبة ان احنا عايزة تركيزها معلش يعني تبقى حافظ الليجنز بتعدي من اني فورم دي ايه دي برانكيال كريفتسس اني واحد اني نوع بقى ده ده الفورس بقى الفورس برانكيال كريفتسس تمام لينفانجيوما بالظبط سيرفايكو ثوراسيك مالتيولكولار سيستيك ليجن ماشي فتفكر في لينفانجيوما طب ولو دي طفل صغير كنا هنقول عليها اسمها ايه سيستيك هايجروما سيستيك هايجروما